انا اسمع فاطمه نقول لك من جديد فيديو جديد. انا في الطريق كنتواجد دابا في سيدي بوعثمان جايه من تبلانت ان شاء الله غادي نروح البلاصه اللي غنشارك معكم في واحد الحفله وهانتوما معايا نشارك معكم اي بلاصه نمشي ليها ان شاء الله. السلام عليكم متابعي قناه مع فاطمه من جديد فلوق جديد. صباح الخير عليكم حيت الصباح هذا بكري بكري بزاف. هذا الفلوق على الرحله ديالي اللي درنا لهذه المنطقه الرائعه. خرجنا البارح من مدينه ترودانت بالليل ووصلنا اليوم في الصباح الحمد لله بسلام. باقي كاع ما فتش قلت ضروري نصور لكم في كاينه عاد نمشي نفطر. كنت واجد دابا في جوهرة الأطلس يون أم ربيع وكنت بعيد على مدينة خنيفة 45 كيلومتر. عيون أم ربيع اللي المنبع ديالها من جبال الأطلس المتوسط والعلو ديالها 1800 متر وطول ديال عيون أم ربيع 555 كيلومتر وكتشتهر بانها اكبر الانهار. عيون ام ربيع اللي فيها 47 عين 40 عين ديال الماء اللي هي حلوه الماء العذب وسبعه ديال العيون اللي فيها الماء المالح. والاسم القديم ديال عيون ام ربيع هو وينيساتن. وينيساتن اسم امازيغي يعني ذو الاوديه حيت فيها الاوديه بزاف. كما قلت لكم هذه رحله غيكونوا فيها مناطق اخرى ماشي غير عيون ام ربيع ان شاء الله غادي نشاركها معكم. بالنسبه للناس اللي كانوا في هذه البلايص هادو غنذكرهم في الذكريات ديالهم. بالنسبه للناس اللي باقي ما كتبش لهم يجي وهذا هو الهدف انني نعطيهم فكره على هاد المناطق هادو اللي صراحه رائعين بزاف واخا باقي ما درناش حيت يلا وصلنا كيف قلت لكم باقي حتى ما فطرنا. قلت غير نقول لكم صباح الخير ونقول لكم فين كنتواجد واشنو هو المكان اللي غنشارك معاكم. عيون ام ربيع اللي معروفه بالسياحه سواء في جميع المدن المغربيه وكذلك في على برا يعني منطقه سياحيه زوينه سواء في هذه الوقيته ديال الشتاء وكذلك وقت الربيع وحتى في فصل الصيف كتكون بارده. مرحبا بكم معايا نشارك معكم اي بلاصه مشيت ليها في هذه الرحله وها انتم معنا في عيون ام ربيع.
بعد ما درنا هذه الجوله في عيون ام ربيع، دابا غنمشيو لمكان اخر اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو الجاي